ده حمدي ده حكم عنده طموح كبير جدا، اتمنى ان شاء الله ان هو يحقق العداله في المباراه الاولى. المباراه دي مهمه جدا، هيبقى فيها ضغط على الحكم، ودي اهم شيء بنقول له من فضلك لا تتاثر بالضغوط، لان انت عارفه بعض حكام لو يعني ما عندوش الشخصيه التحكيميه ربما يتاثر بالضغوط الجماهيريه او يتاثر باجواء المباراه. دي مشكله بحا، ولكن انا اعتقد يعني من وجهه نظري ان هذا الحكم في المباراه الاولى اعتقد واتمنى ان شاء الله ان يعني رؤيتي تكون صحيحه، ان هو هيكون يعني هيقدم مباراه بشكل كويس، لان هو بينظر وبيبحث، لان هو حكم من حكام النخبه اللي عنده فرصه كبيره جدا جدا في الفترات القادمه الاتحاد الافريقي يعول عليه، فمش هينظر لاي شيء غير نفسه. انا بتمنى ان هو يحب نفسه، يحب نفسه جدا جدا جدا، عشان ده مستقبله التحكيمي في الفترات هو يبقى عنده ثقه يعني يحب نفسه، يعني يبقى عنده ثقه في نفسه. حضرتك تقصد صح كده كابتن ناصر؟ يحب نفسه يعني بص نهاوند يعني ايه؟ يحب نفسه من ناحيه ان هو ما يبقاش عنده اخطاء تحكيميه، ما يجاملش على حساب حد، يوفر الحمايه الامنه للفريقين، يوفر العداله التحكيميه، لا يتاثر بالضغوط. يعني انت عارفه في بعض الحكام، وانت عارفه لما بيبقى بيلعب في ملعب المنافس، واحنا شفنا الكلام ده كتير في مباراه النادي الاهلي، بيتاثر وبنبص نلاقيه ان هو المعايير بتاعته في ادارته التحكيميه بتختلف من فريق لفريق. هو الموضوع ده فعلا، لا عفوا كابتن ناصر، بس النقطه دي مهمه جدا ان انا اعقب عليها مع حضرتك، لان بصراحه انا بستغرب على المستوى الشخصي ان يبقى عندنا حكام او في حكام في العموم بيتاثروا بالاجواء الخارجيه وبالضغوطات. هو انا مفروض اصلا كحكم يبقى عندي كرايتيريا او مواصفات معينه، ومنها قوه الشخصيه، ومنها الصرامه، ومنها تحمل القرار اللي انا بطلعه او بصدره او بيصدر مني. يعني ايه اصلا حكم انا مش عارفه استوعب، بيخاف او بيقلق او ضغوطات أو في حاجه اسمها كده؟ خلاص انا ما تسمحش لحد ان هو يتعدى معاك اصلا، ملهاش علاقه. فانا مش فاهمه يعني هو الحكام دول مش مفروض ان هم بيتم تدريبهم، وبيتم كمان مش بس تدريبهم يعني تقييمهم واختبارهم، ولا احنا بنطلع حكام كده على طول بس عشان نبقى فاهمين برضو؟ طيب مهند، انت قلت حاجه جميله جدا، وانت اتكلمت على الشخصيه التحكيميه، هي دي يعني النقطة المهمة جدا في الحكم. النهاردة لو الشخصية التحكيمية مش موجودة في الحكم لا تنتظر أي نتائج. ليه؟ الشخصية التحكيمية هي اللي تتحمل الأجواء، وهي بتتحمل الضغوط، وهي اللي تتحمل كل شيء. مش كل الحكام عندهم شخصية تحكيمية، ومش كل الحكام عندهم فنيات كويسة، أو في فروق فردية كتيرة جدا جدا. في اللي بيتأثر وفي اللي هو لا يتأثر نتيجة الشخصية، وزي ما قلت لحضرتك سبحان الله ربنا مدي الناس، كل واحد مدي له يعني موهبة في شيء. هتلاقي في حكم ما عندوش شخصية، هي دي المشكلة. يبقى ما يشتغلش حكم بقى كابتن ناصر، ما هو اصل الحكم الحكم ليه مواصفات، حضرتك ما عندكش قوة شخصية ما تشتغلش حكم يعني، وريحنا كلنا. بالظبط كده. فهو في المباراة ديت احنا بنقول المباراة، احنا النادي الاهلي لا يطلب غير العدالة التحكيمية. الحاجة المهمة جدا يعني هوند وفر بيئة آمنة. يعني ايه؟ في مشكلة يعني بعيد عن الأخطاء التحكيمية، ويمكن الكثير يمكن يعني غايبة عن الكثير الكثير، احيانا اللاعب يشعر بعدم الامان مع الحكم. يعني انا بشعر ليه؟ انت بتنتظر لي في مخالفه تديني فيها بطاقه صف. انا في الحاله ديت انت بتكتفني او بتحجمني ان انا اتنافس مع المنافس، لان بخاف اخد البطاقه الثانيه. هنا يعني من فضلك يعني ما تخليش اللعيبه تبقى قلقانه منك. لابد ان يكون عندك قناعات، خاصه في النادي الاهلي، وانا بقول لحضرتك الاهلي اتظلم في مباريات كثيره خارج ملعبه طبعا. وعلى ملعبه طبعا. وعلى ملعبه نتمنى البدايه تكون بدايه قويه. الحكم زي ما قلنا عنده دوافع كويسه قوي ان هو يتغير، عنده طموح ان الاتحاد الافريقي بيعول عليه في الفترات اللي جايه، ربما يكون عنده كاس عالم 2026. اعتقد ان هو هينظر لهذه الامور، وهتبقى الامور ماشيه بشكل، اتمنى ان هو يعني يكون في عداله تحكيميه، وما يحصلش زي ما حصل عندنا هنا في الترجي، كان لينا ركله جزاء لم تحتسب صحيحه لبيرسي توف في ماتش الاهلي والترجي التونسي.